تعيش الجرة وحشيني شريك عواقنا الجزيرة الأراضي الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في دار نقابة الصحفيين الموريتانيين في قلعة الصحافة الحرة في بلد الصحافة الحرة موريتانيا، نقف بمناسبة مرور 35 يوما على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة. اغتيال شيرين الذي أشعل في دواخلنا شرارة من الثورة ضد هذا الظلم الذي يتعرض له الصحفيون في فلسطين. اغتيال شيرين الذي يمثل نقطة فارقة في مسيرة الصحافة الحرة. اغتيال شيرين الذي سيكون بإذن الله تعالى بداية لتغيير الواقع الإعلامي في عالمنا العربي. اغتيال شيرين بإذن الله نامل أن يكون هو النقطة التحول الرئيسية في ملاحقة غطرة الصحفيين ومعاقبتهم بإذن الله تعالى. نحن بهذه المناسبة نشكر إخواننا في السلطة الفلسطينية على الإسراع في تقديم الملف شيرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحن في شبكة الجزيرة الإعلامية أيضا تم تكليف فريق قانوني من بيوت خبرة قانونية كبيرة بإعداد وتقديم ملف محاكمة وليس تحقيق محاكمة قتلة شيرين أبو عاقلة. ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نرى العدالة قد تحققت وقتلة شيرين قد نالوا عقابهم بإذن الله تعالى. هم في نقابة الصحفي الموريتانيين لنعبر بكل شد عبارات التنديد والشجب مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. نريد أن نؤكد من الشواطئ الأطلسية من العاصمة الموريتانية أن نقابة الصحفيين وأن الصحفي الموريتاني والصحفية الموريتانية ترفع تعازي القلبية إلى أسرة الفقيدة وإلى شعب الجبارين كما يقول أبو عمار في فلسطين الصليبة، إلى كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج إلى كل أحرار العالم. ونؤكد أن اغتيال شيرين هم قتلوا جثمان شيرين، فلترقد بسلام. نحن لن نتخلى عن شيرين وأن نتخلى عن المطالبة بدماء شيرين. وأدعو جميع من هذا المنبر من نقابة الصحفيين الموريتانيين، جميع التنظيمات النقابية، جميع التنظيمات الصحفية عبر العالم وإلى أحرار العالم، إلى ضرورة تنسيق من أجل رفع دعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة هؤلاء المجرمين، مجرمين الذين اغتالوا شيرين بدم بارد. كانت متميزة في عطائها وفي كشف الحقيقة، كانت تلبس السترة والخوذة الصحفية. هم اغتالوها، أكد جميع الخبراء أن اغتيال شيرين لا يستطيع القيام به إلا متخصص ويعني قناص ماهر جدا لدى كتائب القتل والتخويف الإسرائيلي. لذلك أؤكد لهؤلاء وهؤلاء الجنات أنهم سينالون عقابهم. ونؤكد من هذه المنطقة العربية من البوابة الغربية للوطن العربي أننا مع الشعب الفلسطيني الجبار، وأن دم شيرين هم قتلوا جثمان شيرين، لكننا نرى في أنفسنا كلنا شيرين. شيرين ستظل في أذهاننا وستظل أيقونة الكلمة الحرة، ستظل أيقونة الإعلام والكلمة الحرة. لذلك أؤكد من هذا المنبر وقوفنا دائم مع القضية الفلسطينية، مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومع تحرير القدس، لنصلي جميعا في المسجد الأقصى. فلترقد شيرين بسلام وليخسئ الخاسئون. هذا اليوم نحن نقف وقفة لنؤكد أن دماء شيرين لن تذهب هدرا. طبعا في البداية نشكر نقابة الصحفيين الموريتانيين المبادرة، والتي من اللحظة الأولى من أوائل النقابات الصحفية في العالم العربي التي أصدرت بيان شجب واستنكار باغتيال هذه الجريمة البشعة. ونشكر مكتب قناة الجزيرة أيضا في نواكشوط في موريتانيا الذي أثبت أنه له دورا بارزا في إبراز الحقيقة والوقوف حول هذه الجريمة النكراء. شيرين اليوم بعد شهر وأسبوع تقريبا من اغتيالها، نجد أن الوقفات التضامنية ووقفات الشجب والاستنكار لم تنتهي في كل العالم وبالتحديد في موريتانيا. يعني نحن نؤكد أن هذه الوقفات إن دلت على شيء تدل على أن دماء شيرين أبو عاقلة لم تذهب هدرا، لأنه هي في طريق النضال الفلسطيني، وهي محطة مهمة جدا في النضال الوطني الفلسطيني.
شيرين أصبحت أيقونة، أيقونة للعمل الوطني الفلسطيني، أيقونة ورمز من رموز الشهداء التي يذكرهم التاريخ. حتى جنازتها كان لها يعني حضور مميز، يعني اعتداء الإسرائيليين الهمجي على جنازة شيرين والتابوت ترك أثرا في العالم بمستوى الاغتيال نفسه، وهذا يعتبر نصر في التاريخ نضال الوطن الفلسطيني. طبعا يعني نحن عندما نخسر شهيد حسب المفهوم والميزان الوطن الفلسطيني، لا نحن لا نخسر على المستوى انه خسرنا انسان، نحن نعرف ان الشهداء ترتقي الى رب العزة سبحانه وتعالى. نحن نقول لشيرين في مرقدها ارقدي بسلام فان دمائك لن تذهب هدرا، ونحن سنستمر على الطريق، طريق حتى النصر او الشهاده، كما كان يقول ياسر عرفات رحمه الله ايضا. والسلام عليكم. الصحفيين الموريتانيين، جئنا اليوم من العاصمه نواكشوط لنعبر عن رفضنا التام لاغتيال الصحفيه شيرين ابو عقله، ولنقول ان هذه الجريمه النكراء لن تمر دون عقاب، وان الكيان الصهيوني حان له ان يتوقف عن اغتيال الصحفيين وعن محاوله تهويد القدس واحتلال فلسطين. رساله شيرين تصل اليوم كل صحفي في كافه عواصم الدول العربيه، ونحن في نقاب الصحفيين جئنا اليوم لنعبر عن ذلك بكثره، ونحن نناضل من اجل هذه القضيه، ونؤمن بان مقتل شيرين بدم بارد لن يمر سدى. الاخوه هنا في الصحافه الموريتانيه التي نقابه الصحفيين الموريتانيين لدورهم القومي والوطني في مواقفهم الثابته بقضيه الفلسطينيه، وخاصه في الاخير قضيه المناضله الفلسطينيه والصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو عقله. شيرين ابو عقله بالنسبه لنا الفلسطينيه هي فدائيه، بطله، مناضله، شهيده الكلمه الحره. تمام، نحن نأمل في الدول العالم أن تأخذ موقف واضح وصريح في تحقيق العدالة لمقتل المناضلة الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة. نأسف على الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني المعارض والممي يعني المتلاعب في الأقوال، واليوم هذا رفض الكيان الصهيوني أي محاكمة لهؤلاء الأشخاص الذين قتلوا شيرين أبو عقلة. مع ذلك أن الموقف الأمريكي ليس واضح وصريح، نأمل أن يكون هناك من العالم وقفة واضحة وصريحة في معاقبة المجرمين الذين قتلوا المناضلة الفلسطينية والصحفية شيرين أبو عقلة. شكرا جزيلا ولكم. جريمة النكراء التي أقدم عليها الكيان الصهيوني كباقي الجرائم التي يقدم عليها يوميا، نحن نندد بها ونطلب بإنزال أقصى العقوبات على هذا الكيان الغاشم الذي دأب على اغتيال الصحفيين. بالمناسبة شيرين كانت صحفية تغطي الجرائم اليومية بكل موضوعية وبكل مصداقية، تم اغتيالها كما شاهدها الكل، لا تحمل سلاح، لا تحمل أي شيء إلا قلم وأدوات صحفية. إذن هذه جريمة نكراء، ونحن نندد بها وسنظل نندد بها بكل الزملاء الذين يتم اغتيالهم في وجه هذا الطغيان الغاشم الصهيوني.